ترى احنا فين؟ حافظ معانا دلوقتي في مطعم هناك، مطعم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. المطعم ده رحت مرتين ثلاثة قبل كده، حس المطعم فيه بركة يعني من الاسم بس يعني. فاحنا دلوقتي نزلنا على طريق البلاجات، احنا ماشي دلوقتي على طريق البلاجات، شوية هنوصل للبحر. انا اتمشى النهاردة حبة حلوين قوي يعني. لسه مصلي في جامع جوه قرية اسمها قرية النورس. لو قدرت ان انا الف الاماكن اللي انا عايزها النهاردة قبل الساعة مثلا 6-7 بالليل ممكن اروح عادي، مش لازم احجز ليلة يعني. فاحنا دلوقتي هنتمشى شارع البلاجات. هنروح فين النهارده؟ ده سؤال حلو جدا. في كذا مكان عايز اروحه النهارده في اسماعيليه، يا رب بس الوقت يكفي يعني. بصيت هناك مش عارف هيبان في الفيديو ولا لا، في بدل سكوير، رياضه اشتهرت قوي الفتره اللي فاتت. انا بسمع انها ميكس ما بين التنس والبينج تقريبا، حاجه زي كده. فغريبه بصراحه ان الواحد يلاقيها في مكان زي ده، او مش غريبه بصراحه، طريق بلاجات هو طريق سياحي يعني. انا قصدي غريبه انتشر بسرعه يعني، انا لسه عارف حوار البدل ده يعتبر من قريب يعني، مش من بعيد قوي. فكره ان هو يتعمل له صاله كده في كذا محافظه، لا يعني اكيد الناس عجبها الرياضه يعني. انا ماشي على طول جنب قريه اسمها قريه الفيروز، هناك كده منتجع الفيروز. انا رحت فيه مره وانا عندي 16 سنه حاجه زي كده، بعد هناك كان بيدرفت في يوتيوب السياحي هناك تقريبا هينزل ناس. الحلو في اسماعيليه ان حرفيا مفيش زحمه يعني، لو هنقارن بزحمه القاهره بشكل عام مفيش زحمه خالص. تخيل تبقى انت قاعد مثلا في تاكسي ولا في ميكروباص، يبقى في 3 4 5 عربيات قدامك وسكه واقفه سيكه يعني، 3 4 عربيات قدامك عادي يعني، وتلاقي سواق بيقول لك ايه يا عم الزحمه دي اوف. تفهم ان انت يعني تفهم ان الحياه في القاهره بشكل عام كانت غلطه. سنة 1862 تم وضع حجر الأساس بتاع مدينة الإسماعيلية في عهد سعيد باشا تقريبا. ساعتها كان اسمها مدينة الإسماعيلية، كان اسمها مدينة التمساح، سموها على بحيرة التمساح الموجودة هنا. بعد كده غيروا اسمها لمدينة الإسماعيلية نسبا لخديوي إسماعيل. معلومات مش هتشوفوها غير معايا أنا بس، بص التواريخ وبتاع بس. بص تعالى بص معايا مية كده والنبي، لازم نضارة شمس، السماء ما فيهاش غيمة واحدة، ما فيهاش غيمة واحدة بس. اوكي تعالى نتحرك كده. متحف الإسماعيلية بيقفل الساعة 3، عارف الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 3 إلا 5. إذا فشلنا في إن احنا نروح أول حاجة يعني، سبحان الله. ده مركب قوات حرس الحدود، مالناش دعوة بيه خالص عشان ما نروحش في 60 داهية. عامة الفيو بس إن شاء الله من هنا تحفة. احنا فشلنا في أول حاجة، كان الجول بتاعي إن أنا أروح أول حاجة متحف الإسماعيلية، هو قفل. عقبال ما وصلت القاهرة وبتاع، عقبال ما وصلت الإسماعيلية سوري، هو قفل. والله كنت عايز اروح، والله كنت عايز اروح. يلا مش مشكلة، نكمل يومنا عادي خالص. هناك في مشاريع وبتاع مالناش دعوة بالكلام ده، بس فينا كافيه، كافيه المعلم. شكل قعدة لذيذة، بس بصراحة دلوقتي مش وقت قهوة خالص، احنا جعانين. فهوريكم شارع دلوقتي لذيذ، بيبقى فيه محلات كده متنظمة بشكل حلو، ممكن نروح ناكل من عنده إن شاء الله. في مطعم هناك اسم مطعم الفارس، الديكور بتاعه حلو. وفي مطعم تاني هوريكم دلوقتي حالا يعني، انا عاجبني الديكور بتاع مطاعم السمك اللي اسماعيليه هنا بالذات على طريق بلاجات يعني. يعني كل واحد ليه شكل يونيك معين، كل واحد واخد لون، الملون كله ازرق والملون ازرق مخطط يعني، هو كله فيهم ازرق عشان اكون صريح يعني بصراحه، وده طبيعي. بص هوريكم انا الفارس ده تمام. في مطعم تاني ازرق مخطط، واحد بيشتمني ومشي. عاجبني حاجه فيه ان بص من فوق كده فيه حاجه زي المناره كده، مكان شكله حلو قوي وشكله غالي قوي. والله انا اكل هناك عشان الديكور، والله اروح اكل هناك عشان الديكور مش عشان اي حاجه تانية. مكتوب ان هو بيتزا تمام وقهوه ومطعم. انت ايه؟ انت ايه؟ انت بتاع سي فود؟ انت بتاع ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. محتار، ما بدخلش اماكن نظيفه كتير قوي كده. لا. السمك تلعب دوره فوق اصلا. Thank you.
عايز طبق مشكل و مالي ولا مشوي؟ مشوي مشوي وشرب سي فود. طلع ان الترابيزات اللي بره هناك دي مطعم تاني والحته اللي جوه كلهم محجوزين. انا هنا قشطه يعني انا جنبي الفيو. الفيو اللي جنبي السلام عليكم. ده الفيو طبعا مشكل مالي صح كده؟ اه طبعا مشكل مشوي مشوي مشوي. المطعم طلع ليه لور مكتوبه كلها قدام انا مش واخد بالي. بص بقول لك ايه، المطعم ده معمول من واحد اسمه جول جيشور. اوكي السناره بيقول لك جول جيشور هو مهندس فرنسي كان يمتاز ويشهد له بكفاءه وحسن التخطيط، حيث كان جيشور المساعد الايمن فرديناند دي ليسبس، فيرجع له الفضل. ومن اهم انجازاته بقناه السويس هي تنظيم قسم الملاحه بالشركه. شغل منصب رئاسة مجلس الإدارة لهيئة السويس خلفا لفرديناند دي ليسبس من 13 فبراير ل 1894 حتى وفاة 17 يونيو من عام 1896. أنا كنت جاي مذاكر شوية أصلا عشان أشرح لكم متحف الإسماعيلية ده نظامه إيه. عامة هو متحف الإسماعيلية هتلاقي فيه آثار فرعونية لقوها أصلا في قناة السويس، آثار فرعونية وآثار رومانية، فكنا هنروح نتكلم عليها هناك ولكن محتوايا باظ. المرة الجاية بس نظبطها بقى، يعني المرة الجاية نظبطها أكتر من كده. سي فود نزل هو والسلطة والطحينة والكلام ده 10/10. لا بصراحة تقييم حقيقي 9.2/10. إيه ده؟ هرجع اكل واقول لكم ايه ده بقى عشان مش فاهم ايه ده. ما حسيتش نفسي فود ريفيور قوي بصراحه. نروح على مكان اسمه كورنيش نمره 6، دورت عليه على جوجل مابس لقيته مكان بسم الله ما شاء الله باين من الصور مليان شجر وكده، فهنروح على هناك. في مفروض كافيهات وفي حاجات كتير قوي ممكن اقعد عليها يعني. ف بس من هنا لهناك 3 كيلو، فانا همشي ال 3 كيلو دول وقابلكم بقى كمان شويه. ها كتبت عليكم لسه فاضل كتير عشان نوصل. عامه اهو دي روح مكتوب عليها معديه 6، وهتلاقي ان في بيوت كتير قوي هنا، فيلا كتير متاثره بالاحتلال. حقيقه هتلاقي اصلا ان الديزاين بتاع اسماعيليه بشكل عام محافظين على حاجات كتير جدا من ايام الاحتلال، سواء كانت عواميد نور سواء كانت شوارع ارصفه. بصوا هتلاقي الفيلل هناك كلها وكافيهات كلها بالديزاين اوروبي. تعرف منين ان الديزاين اللي قدامك دوت يعتبر اوروبي؟ تعرف منين ان اللي قدامك دوت ديزاين اوروبي؟ هتلاقي ان السقف بتاع البيوت بشكل عام بيبقى على شكل مثلث، عشان ببساطه شديده الديزاين دوت معمول عشان التلج مش معمول عشان الجو بتاعنا احنا. هتلاقي حاجات المعمولة للجو بتاعنا احنا هتلاقيها في الديزاينات الإسلامية أكتر. هتلاقي الشبابيك اللي أنا حاططها هنا كده، هتلاقي حتى إن بنك قناة السويس ده بنك قناة السويس ده بنك قناة السويس، مش قهوة مش بيت، ده بنك من أيام زمان خالص. يوم 25 يناير قبل ما يعملوا فيه الثورة وكده كان عيد الظباط. عيد الظباط ليه؟ عشان كان في هنا معركة ما بين قوات الاحتلال والضباط، وكان للأسف قوات الاحتلال عددها معدي الضباط اللي بتوعنا يعني، فكان في مقاومة من الضباط ومن الشعب ذات نفسه لو أنا فاكر صح. في هنا برضو بيت، أنا عمال أوريكوا بيوت الناس يعني بجد أنا مكسوف من نفسي. البيت اللي هناك ده برضو مثال على حاجات انا قلتها انها لسه قاعده، ولكن دول مجددين وعاملينه دهان جديد وكده، اظنها صفاره او حاجه زي كده. انا شايف علم علمين جنب علم مصر يعني، فمش عارف اذا كان ده علم شركه او علم دوله تانية. مش هقعد افتلكوا يعني. في مبنى حكومي هناك كبير قوي، دي جنينه اسمها حدائق الملاحه. غرابة اهو، لسه شايف من شويه، بس الكلام ده متصورش ولا اتصور ما ينفعش انزله. غراب بيقع من فوق خالص وخبط بعزم ما في الشارع، تمام؟ عربية جت قطعت راسه. الكلام ده كله حصل في ثانية. وبص اخوات السكيترز هناك ما لحقتش اصورهم، ما لحقتش. الشوارع عايز اقول حاجة وهي فشخ، شوارع اسماعيلية الاسفلت بتاعها بسم الله ما شاء الله جميل 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 يعني،
على عكس ورق قاهرة يعني. لا لا اسفلت هنا حلو قوي، ممكن الواحد يسكت فيه يمشي بيه بالعجله يعني، هات عجله رود وامشي بيها هنا عادي جدا. ده معناه ان مفيش حاجات، مفيش طرق مكسره، في طرق مكسره بس قليله يعني لحد دلوقتي، او انا عشان ماشي في المكان في الحته النظيفه اللي في اسماعيليه.